وانت بتوضب البيت هل كان مكلف ماديا ولا كان الحاجات اللي انت كنت بتجيبها بسيطة وما كانتش مكلفة قوي؟ لا، هي التكاليف ما كانتش مكلفة قوي زي ما بقولك، لان هي معظمها حاجات انت يعني تقدري تجيبيها بتكاليف بسيطة، مش مبالغ كبيرة يعني. عشان كده لما بكلم حضرتك بقولك ان ممكن في شباب اصغر مني سنا يبقوا عايزين يجهزوا الأوضة بتاعتهم فيسألني اعمل ايه، فبتتجهز بمبالغ صغيرة جدا صراحة.